أبنائي وبناتي استمعنا اليوم للنص الإنجيلي وشفنا عجوبتين. الأعجوبة الأولى اللي أتممها السيد هي أعجوبة المرأة نازفة الدم منذ 12 سنة. تخيلوا هاي المرأة وهي بتنزف دم 12 سنة، قديش كانت معاناتها، ولكن أتت وهي مؤمنة. إنها لو لمست لو طرف الثوب ليسوع رح تشفى، وبالفعل هذا اللي حدث إلها، لمست ثوب يسوع بإيمان وشعرت للوقت بأنها برئت، طابت من دائها من مرضها. وعشان هيك يسوع حكى من مسني، وما تجرأ حد يحكي له ولا هي تجرأت. ولكن عشان هيك شفنا بطرس حكى للسيد، حكى له: يا سيد، كل الجموع حولك والكل بدافشك وانت بتحكي مين مسني؟ ما الكل عماله بدفشك وبمسك. حكى له: لا يا بطرس، في حد مسني، لأن قوة خرجت مني، قوة شفاء خرجت مني. قديش مهم أبنائي وبناتي إنه نحن لما نتقرب من القدسات نتقرب بإيمان، ونحن واثقين إنه هناك الله موجود، هناك في نعمة للروح القدس. عشان هيك إنجيل اليوم بيعلم كل واحد فينا إنه لما نتقرب من الهيكل كمثل من قدس الأقداس، كيف نتقرب للهيكل كمكان لمسكن العلي؟ كيف لما نبوس الإنجيل؟ كيف لما نعمل إشارة الصليب؟ كيف لما نزور رفات القديسين والقديسات؟ كيف كل إشي نعمله اللي فيه نعم في أمور ملموسة؟ يعني المي المقدسة أو المناولة، لازم نؤمن إنه نحن هون منلمس الله من خلال لمسنا لبعض أمور اللي بتظهر إنها مادية وهي مادية. وعشان هيك الكنيسة ما رفضت المادة على حسب ما كان في العهد القديم، يعني عند آلهة اليونانيين وعند الثقافات ما قبل المسيح اللي كانوا يؤمنوا في إلهين، إله الخير وإله الشر. إله الخير هو إله الفضيلة، وإله الشر هو إله المادة. عشان هيك كرهوا المادة لأنها هي من إله الشر، هيك كان معتقدهم، ومنهم أفلاطون الفيلسوف. عشان هيك كان يحكي: بكره حتى جسدي. أجت الكنيسة وأتى المسيح اللي لبس جسدنا، ونلنا الخلاص بإلهنا المتجسد اللي أله طبيعتنا الجسدية وأعادها لمكانتها الأولى. فبالتالي الكنيسة هون وأباء الكنيسة القديسين ثبتوا إنه نحن الكنيسة مش ضد الجسد ولا ضد الأمور المادية، ولكن هاي الأمور كلها كيف منا نخليها إنها تكون مسكن لله وأداة لنقل نعمة الله للمؤمنين. عشان هيك نحن بنستخدم الخبز والخمر اللي بتصير جسد ودم المسيح. نحن ما بنتناول خبز ونبيد، نعم في الذوق البعد المادي موجود فيها، ولكنها هي جسد ودم المسيح.
عشان هيك نحن لما بناخذ المي المقدسة ونشربها بناخذ نعم مي بهيئتها بشكلها المادي لأنها مادة، ولكن هاي المادة دخل فيها نعمة الروح القدس، اتقدست وأصبحت ينبوع مصدر للأشفية. عشان هيك شفنا اليوم المرأة، هاي المرأة اللي 12 سنة عانت معاناة رهيبة، ولكن شو أبنائي، أجت لأنها كانت مؤمنة إنها رح تلمس طرف ثوب المسيح ورح تبرأ، وعشان هيك شفيت. وعشان هيك يسوع حكى لها: ثقي يا بني، ثقي يا ابنتي، إن إيمانك خلصك. ثقي، هاي الثقة كتير مهمة نسمعها نحن كل واحد فينا من يسوع. ثق، ثقي، أنا موجود، أنا حي، وأنا في كل شيء في كل مكان موجود. عشان هيك شفنا اليوم هاي الأعجوبة اللي سيد تمها، ولكن عمل أعجوبة ثانية كمان اليوم، اللي هي أعجوبة إقامة ابنة يائيروس اللي كان رئيس للمجمع من الموت. عشان هيك شفنا يائيروس اللي استقبل السيد اللي كان جاي من عنا، من هون، من الأردن، من قرية الجرسانيين، من جدرة. السيد دخل من عنا من الأردن وكان رايح للجليل لكفر نحوم. هناك استقبله رئيس المجمع وحكى له: ابنتي أشرفت على الموت، تعال لبيتي. ما حكى زي قائد الماء اللي سمعناه في الأحد الماضية، إنه حكى له: يا سيد قل كلمة وبتكفيني، ما في داعي تيجي لبيتي لأن أنا غير مستحق أن تأتي لبيتي. ولكن قائد الماء اليوم يائيروس حكى ليسوع وطلب منه: تعال لبيتي عشان تشفي زوج، تشفي ابنتي اللي أشرفت على الموت وعمرها 12 سنة وهي ابنتي الوحيدة. وهون شفنا يسوع بحكي له: أنا جاي عندك، أنا جاي. وعشان هيك هو الأمل امتلأ قلبه بعد ما شافت، بعد ما شاف الأعجوبة مع الإمرأة. حكى: هاي المرأة صلها 12 سنة مريضة وأنفقت كل شيء كان عندها على الأطباء وما نالت الشفاء، وهلأ شفيت من المعلم، فهو رح يشفي كمان ابنتي. ازداد الأمل، ازداد الإيمان في قلبه، ولكن تفاجأ إنه أجوا حكوا له: ماتت قبل المعلم، ابنتك ماتت. وشوف هون السيد حكى له: أنت عليك أن تؤمن فقط وكل شيء رح يصير. وعشان هيك شفنا السيد ذهب للبيت ومسك إيد البنت وحكى لها: يا صبية قومي. وقامت وأمرهم إنه يعطوها تأكل وأكلت، ورجعت البنت للحياة. هدول الأعجوبتين بيخلوا كل واحد فينا إن نشوف إشي أعمق. ما هو؟ ربما البعض بتساءل: المرأة اللي شفاها السيد ما رجعت مرضت؟ ما رجعت ماتت؟ ما خطيرت؟ نعم، رجعت مرضت ورجعت وخطيرت وماتت. نفس الإشي ابنة يائيروس اللي السيد أقامها من الموت، رجعت وماتت. فهل باستطاعتنا أن نقول إنه الأعجوبة اللي حدثت معها أو الأعجوبتين هدول إلهم تاريخ انتهاء؟ يعني بنتهو صلاحيتهم بتنتهو بنتهو عند المؤمن؟ لا، ما بنتهو، مع إنهم بيظهروا إنهم بنتهو، ولكن نحن منروح للإشي الحتمي، والإشي الحتمي هو الموت. وشفنا اليوم السيد بإنجيل اليوم عالج الفساد اللي أجى علينا بسبب الخطية، الفساد اللي ولد المرض فينا
صرنا نمرض، صرنا نعاني من المرض، وصرنا نكبر ونروح حتما للموت. أجا السيد حتى يشفينا، يشفينا من أمراضنا الجسدية، ولكن الأهم الروحية، بإعطاء إلنا مغفرة الخطايا بالتوبة. وأعطانا إشي تاني، أعطانا إنه نكون أبناء للحياة الأبدية، لأنه هو الحياة، هو الحق، هو القيامة، وهو الحياة الأبدية. عشان هيك نحن منتصالح، منتصادق مع الموت، اللي نحن في الكنيسة ما منسميه موت، ولكن منسميه رقاد. عشان هيك حتى السيد اليوم بإنجيل اليوم حكى لهم هي نايمة، والكل ضحك عليه، زي ما حكى الإنجيل لعلمهم بأنها ميتة، فضحكوا عليه، حكوا له شو بيحكي هاد، حكى لهم هي نايمة. زي ما حكى لإليعازر لما أعلم التلاميذ، حكى لهم صديقنا وحبيبنا إليعازر نايم، حكوا له يا سيد إذا نايم رح يصحى من نومه، شو صار؟ اضطر بعدين يحكي لهم علنا صديقنا إليعازر مات حتى يفهموه. ولكن السيد بيتكلمه عن الموت، يتكلم عن الرقاد، عن النوم اللي نحن نؤمن فيه، لأنه المسيح بموته موت الموت وأعطانا الحياة الأبدية. عشان هيك حتى جسدنا، هذا الجسد المادي اللي يزرع مادي، يزرع ترابي في الأرض، ولكنه رح يقوم روحاني. عشان هيك السيد قدس كل الطبيعة، قدس كل المادة الموجودة، التراب، الهواء، الماء، كل شيء قدسه ربنا، حتى كل شيء يتقدس ويكون الإنسان قادر بنعمة الله أن يعيش الحياة الأبدية بعد موته، بعد انتقاله من هاي الحياة. عشان هيك نحن منعيش ونحن منتصالح مع الموت. كل مرض نحن منمرضه هو تصالح مع الموت. كثيرين نحن منتضايق لأنه نحن منمرض، نحكي يا ربنا ليش بمرض، والرسول بولس مش حكى ليش بمرض يا ربنا، مع أني أنا ببشر وبعمل كل شيء. حكى له نعمتي في الضعف تكمن، ما تخاف، أنت تضعف ولكن نعمتي رح تقوى فيك، نعمتي في الضعف تكمن. ليش؟ لأنه المرض بيخلي فينا ندرك أنه نحن فاسدين، فينا فساد وفينا موت، بشعرنا أنه نحن بلحظة منفقد قوانا. عشان هيك بعطينا المرض إشارة أنه نحن فاسدين، فانيين. والمرض بيعلمنا أنه نلتقي مع المسيح لقاء حقيقي صحيح، وبالتقائنا فيه أن نصير خالدين، ندخل في الخلود، ندخل في الحياة الأبدية من هون، ونكون أبناء للقيامة وللنور وللحياة مع المسيح. عشان هيك حكى من آمن بي وإن مات فسيحيا، أني حياة، الحياة الأبدية. فبالتالي أبنائي، اليوم الكنيسة بتدعونا كل واحد فينا، ونحن على أبواب صوم الميلاد المجيد، من الاثنين القادم ببلش صوم الميلاد. الكنيسة بتدعونا كلنا إنه كل واحد يراجع نفسه ويشوف وين نحن أمام خلاصنا، أمام حياتنا الأبدية، ونتمسك بالمسيح، نتمسك بالكنيسة، وما نحكي إنها هاي أمور هيك. نؤمن لما بنعمل إشارة الصليب نعملها صح، إشارة الصليب، لأنه فيها نعمة، فيها قوة. لما نبوس الإيكونة ونزور الإيكونة نؤمن إنه في الإيكونة في نعمة، نعمة الروح القدس اللي أنت بتخدها من المثال الموجود في السماء وهو الله،
نعم خشب، نعم ألوان. نحن ما منسجد سجود عبادي أمام الخشب والألوان، ولكن نحن منسجد سجود تكرامي إكرامي، لأنه نحن منسجد للإله الواحد المثلث الأقانيم. عشان هيك أبنائي لازم كل إشي نعمله في الكنيسة نعمله بإيمان، ونحن على ثقة إنه الله هون موجود معنا، موجود في كل لحظة من لحظات حياتنا بما فيها لحظات الضيق والشدة والمرض والأحزان والأتعاب والمشاق. المسيح معنا وهو بيقوينا، هو بيعطينا كل نعمة حتى نتجاوز كل شيء، ومن خلال الضعف نقوى، ومن خلال الموت نقوم ونعيش، نحيا مع المسيح الحياة الأبدية اللي منطلب من ربنا يجعلنها، يجعل كل واحد فينا مستحق لإلها في الدهر الحاضر وفي الآتي، بشفاعة أمنا الفائقة القداسة وجميع القديسين. أمين.